أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن هي من المغرب، قصة هيك قصة حلوة. على كل حال راح تعرفوا كل تفاصيلها، ولكن بعد ما نستقبل صاحبة المبادرة سلمى مرتجى. أهلا بسلمى، تفضلي تفضلي سلمى. مالك هيك زعلانة وفايتة وداخلي قصتك ما 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 فيها شيء يعني؟ شوية توتر. شوية؟ متوترة شوية؟ اه. خايفة من الناس، من الجمهور، من الكاميرا؟ لا. ما تخافيش. سلمى كانت مخطوبة. ظلت مخطوبة سنتين لشاب. تخرج معاه وتجي، بعدين اكتشفوا الأهل، قالوا لها والحكي والأهل بين بعض إنه خطيبها هو أخوها في الرضاعة. لذلك من دون ما يقولوا لهذا الخطيب، سلمى انسحبت وتزوجت ابن عمها. سلمى حاليا متزوجة، ولكن خطيبها السابق تعبان، وهني عارفين انه تعبان، هي عارفاني. امه تتواصل مع سلمى بتقول لها يا سلمى لازم توضحوا له انه سبب زواجك من ابن عمك مش خياني لخطيبك، خطيبك اسمه عبد الرحيم كان السابق، بقى مش خياني، ولكن لأنه اكتشفنا أنه هو أخوها بالرضاعة. طيب ليش لما تركتيه ما قلتي له هالكلام؟ أنا ما قدرش نقول ليه، حيت أنا دبيت مع الأهل ديالو، كان أصلاً كل شيء خايف من ردة الفعل ديالو، قالوا لي أنه غادي يتدمر، وما قدرش أنا نقول ليه. بتدمر أكثر إذا كان عرف رحتي خدتي واحد غيره يعني، وانفصلتي عنه من دون سبب. ما كانش غادي يتقبلها، حيت هو كان كيبغيني بواحد الطريقه اللي بزاف، كان كيبغيني بجنون. ما قدرتش نقول ليه، فكرت اني نمشي نتزوج بولد عمي ما نبقاش نشوفه. ولكن انا فكرت ملي عاودت للزوج ديالي بالمشكل اللي عندي، هو اللي ساندني وجيت للبرنامج باش نلقى واحد الحل، باش نيتا هو نقول لي اشنو عندي. باش ليه عم تبكي؟ تفضل. ليه عم تبكي؟ انت قصدتي تيجي على استوديو عشان توضحي الامر مع خطيبك السابق مع عبد الرحيم. بغيت نبين لي بأنني انا ماشي خليته على قبل الفلوس، ولا خليته حيت انا ما كنبغيش، ولا لا، انا بغيت نوضح لي حيت انا كنهضر مع الام ديالو كتقول لي بانه هو حالته تدهورت، ما بقاش داك عبد الرحيم اللي كنت انا كنعرف. انا ما بغيتوش يقول ان سلمى كذبت عليه، ولا انها عمرها ما بغاتش، ولا داكشي علاش جيت انا هنا. بس هيك يعني، بس جاي توضحي له الامر حتى يرتاح هو، ما في شيء يعني. ما في ليش انا خليت. طيب ومن ذلك الوقت من سنتين الى اليوم ما شفتوا بعض؟ لا، ولا تواصلتوا ولا اي شيء؟ لا، انا كنهضر غير مع الوالده ديالو، وكان نسمع اخبارها من عنده. خلاص. والله يعني قصتكم غريبه، بس وجهنا له الدعوه لعبد الرحيم. خلينا نشوف سوا إذا كان وافق وإذا كان رح يجي. أهلاً أستاذ جورج، إحنا الآن كنتواجدوا بمدينة الصدى البيضاء، العاصمة الاقتصادية بالمغرب، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديال عبد الرحيم بن عبيشة باش نسلموه الدعوة ديالو. أجيو معايا نشوفوا واش كاين. أستاذ جورج، حنا دابا في الحي اللي كيتواجد به عبد الرحيم بن عبيشة، وغنمشيو باش غنقلبوا على البيت ديالو باش نسلموه الدعوة ديالو. أجيو معايا نشوفوه واش كاين. عبد الرحيم بن عبيشة. وهذا عندك محل ديال كراء السيارات والبيع؟ ايه عندي. معك رجاء سالم من برنامج الاستاذ جورج قداحي.
الاستاذ جورج بعث لك هذه الدعوه هذه للحضور. ممكن نعرف هذه الدعوه ديالاش؟ هذه الدعوه البرنامج ديال الاستاذ جورج جديد وبغاوك باش تكون معاه ان شاء الله. مرحبا. ولكن ما فهمتش كتصوروا الكاميرا؟ هذا الكاميرا وهادشي كله باش الاستاذ جورج يعرف باللي راحنا وصلنا لك الدعوه ديال الحضور ان شاء الله باش تمشي عنده البرنامج. بالنسبه للطياره التكاليف ديال الاوتيل التكاليف ديال السفر كلشي على حسابهم نتايا، كيبقى لك غير تمشي وتشارك في البرنامج. مرحبا. صافي. والبرنامج كيبقى مفاجاه حتى تمشي ان شاء الله تما وتعرف. ماشي ان شاء الله يا سيدي. شكرا. يلا طريق سلامو. شكرا بزاف. شكرا بزاف. شكرا. القصة اللي معنا من المغرب مثل ما شفنا قبل الفاصل، اجت صديقتنا سلمى جاي لحتى تقول لخطيبها السابق اللي تركته وتزوجت ابن عمها بعد منه انه هو كان اكتشفوا هي والاهل وجميعا اكتشفوا انه هو اخوها بالرضاعة، بقى لذلك انفصلت عنه من دون ما تقول له وما حدا قال له، قال كانوا خايفين عليه. رح نشوف هلا هو قبل الدعوة مش عارف شو فيه. عبد الرحيم اسمه، عبد الرحيم بينتظرنا بالخارج، صار وقت انه يتفضل، خلي يشرف. اهلا عبد الرحيم. اهلا. كيفك يا الله يبارك فيك. والله انا اهلا وسهلا فيك. الله يوفقك. شكرا على مجيئك. طبعا الله يبارك فيك. كيف كانت هالرحله؟ و كله مزيان ان شاء الله، ما فيش تعب؟ لا ما فيش. انت من وين؟ من كازابلانكا؟ ايوه من كازابلانكا. كازا. اهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. عبد الرحيم سالت لساعيه البريد انه وش بده مني الاستاذ جورج وانا. ايوه ضروري مش هيك؟ ايوه. انت شو مفكر مثلا؟ فكر اني عندي دعوه للبلاتو اشوف الجمهور فيه. هذا واشوف الله يبارك. ما في شيء اي ما تعطى الهم، كله تمام ان شاء الله. الله يبارك فيك. وتكون مكرم معزز والى اخره. بس هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. ايوه المسامح كريم. كريم. أوكي. المسامح كريم. هذا البرنامج في ناس بيلجأوا لعندي لحتى انا ادعي ناس اخرين انه يجوا على الاستوديو مثل افضالك مثل حضرتك، وانت مش عارف مين اللي دعاك. بس مش انا اللي دعوتك، حدا طلب مني انه ادعوك، دعوتك. بتحب تعرف من هو؟ اكيد. اكيد هذا اللي دعاني وعايز يشوفني. ايه اهلا وسهلا. ضروري اشوفه مين هو يعني. انت مبين عليك انك انسان طيب، طلع بهالشاشه وهلا بتعرف مين. عبد الرحيم لاباس؟ عرفتها؟ ايوه عرفها. هذه عرفتها؟ ايوه عرفها. سلمى. سلمى؟ ايه هي سلمى. وسلمى قبل ما تشوفك عم تبكي. بس انا مو شو عامل لها لسلمى انت؟ هي مش عامله لي هيك، مش انا اللي عامل لها، هي اللي عامله لي بزاف الحوايج مش انا اللي عامل. نحكي خلينا نحكي لانك رح تتفاجئ. رح بقرا لك الرساله تبعها وبتشوف شو عامله فيك. عبد الرحيم لاباس؟ لحظة لحظة سلمى، هلا ما تحكي أنت، مستعجلة كثير بدك تحكي روقي. بتقول لك أخي العزيز عبد الرحيم، أخي مش حبيبي، انتبه أخي. ندفع أحيانا ثمن أشياء لم نردها، وهذه هي الحياة. وأنا وأنت دفعنا ثمن علاقة قديمة جمعت أهلنا، وليس في يدنا أن نغير الواقع. هذه الشيطانة أو الماضي. هذه الشيطانة. ابروي شوي. أصلاً أنت شيطانة. أنت شيطانة. أنت شيطانة. أصلاً أنت سمحتي لي. سمحتي لي بلا ما نكون نهضروا بزاف. أنت اللي سمحتي لي. أما أنا كبيرة على قبل بزاف. أنا خاصمت. خاصمت مع عائلتي. مع أصحابي. كل شيء على قبل عائلتي. بدي كمل الرسالة. سلمى. أنا بديتك من الغدر أنا زعما كنت عليك عبد الرحيم. اقعد. لك اقعد. 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 أنا بدي كمل لك الرسالة. خلينا نقعد. عادي يا سلمى. عادي انت خلاص ما تقومي بقى. يا شو هالقصة؟ أنا أفكر إنه ما في خلاف. يا ليك شو بتقول لك؟ أستاذ جورج هذه خلتني سنتين. يا أخي روح شوي. أنا خليتني مسطع أنا سنتين وأنا أنت لا بقى تحكي خلاص. يا جورج هذه خلتني عامين وأنا اسمع شوي بقاش تحكي خليني أبعد. بعدين نحكي أنا وياك. روح بدي أخلص الرسالة دي. خليني أكمل الرسالة. بتقول لك أنت تعرف أني كنت أحبك مثلما أحببتني، وهذا ما منعني من إخبارك بالحقيقة. في حقيقة
التي عرفتها وأخفيتها عنك أنا وأهلك خوفا عليك. اسمع الحقيقة هذه اللي تقول لي تجيب عمين هتجي تقول لي الحقيقة اليوم. إيه إيه اسمع. قال لقد اسمع يا هي كذابة هي كذابة سمحت فيه أستاذ روق روق شوي روق شوي. لقد فضلت أن تظن أني خنتك عن أن أخبرك بالحقيقة، وكان هذا خطأي الوحيد الذي أعتذر لك عنه، وها قد أتيت اليوم لإصلاح أمام الناس. صحيح أنا متزوج الآن، هي متزوجة ابن عمها، لكن أمرك لا يزال يهمني، لأننا حتى وإن افترقنا سنبقى يا أخوة روح. اسمع يا أخي اسمع أجيتي عندي أنا اسمع خلاك أجيتي عندي اسمع أنا بحاجة لعبة تتسلم أنه هو أجي عندي هو مش يسمح لي هو اللي خلاني يجينا هو اللي استعدني باش يجينا مش راجل هذا اللي خلاك جي تشوفيني وسط الناس لا هو اللي عرف قصدك كيفاش دايرة هو اللي استعدني مش راجل ما يخليك تجي عندي عبد الرحيم عبد الرحيم خليني كمل الرسالة سلمى ما بقى تحكي أنت إذا بتحكي بتطلعي من الاستوديو خلص بلك صحيح أنا متزوج الآن لكن أمرك لا يزال يهمني لأننا حتى وإن افترقنا سنبقى إخوة وهذه هي الحقيقة التي أخفيناها عنك فأنت أخي في الرضاعة وهذا أمر لا يمكننا تغييره أنا أكبر منها كيف هي أختي وأنا أكبر منها كيف هي أختي كيفاش هي اختي وانا اكبر منها قديش اكبر منها انا اكبر منها انا اكبر منها بسن كيفاش هي اختي وانا اكبر منها في الرضاعه كم سنه انا اكبر منها بست سنوات طيب رضعت من نفس الام ما رضعناش منها ولا ما رضعتش من امي ما اصلا انا اكبر منها بست سنوات ماشي ما يمكنش تكون رضعت انا واحد بلادك انا اكبر منها طيب هي مش اسمها هلا ما تنسم انت ما تزعل رؤدا هي جاي بس تكذب جاي هي كذاب عليك أنا هي هذه الشيطانة هذه الكذوب عشرة زر هذه الكذوب عشرة زر أخويا ما أدعوا الكلمة ما أدعش معي أنا تمام أخويا أسامة اسمع اسمع عبد الرحيم عبد الرحيم هلأ هني عم بتقول هي وأمك أمك عم بتقلها لازم تحكي معك وتقلك أنه أنت أنه أخوها بالرضاعة هلأ مش ضروري تكونوا عم ترضعوا بنفس الوقت عرفت كيف؟ بجوز أمك أو أمها مرضعة مرضعتكم ما بعرف مين مرضع مين سولها سولها قولها شكون مرضع هي كنت كذب اصلا ما غاتعرفش انا سبيل الله درجه ما مرضعتش ماما انا وياك خد جامع هذا مع خويا اسامه عبد الرحيم طيب خلينا نسمع جامع هذا مع خويا اسامه وكونك انك عبد الرحيم خويا اسامه غادي يكون انا وياك هي مزوجه البنت هي متزوجه وزوجها قال لها روحي اعتذري من عبد الرحيم وقال لها خلي يعرف الحقيقه هني فصلت عنا انا على قبل هاد السيده وليت كنكمي كنشرب كنضحك على دريات انا لا تشجعني انا لا تشجعني اللي خلاني نوصل لك عبد الرحيم غير صدق انا لا تشجعني انا سيستم ماما عبد الرحيم جوج بها ولا لا ماما كل الهكر هذا مع التليفون شهر سمان اسبوع نوض صيفطها بحالها على قبلها هي حيت انا كنت كن حاجه ما كنقدرش نجيبها ليها وكنجيبها ليها انت راح تعرف كندير بزاف د الحوايج على قبلها عبد الحريم يعني هلا راح تعرف الحقيقه الحقيقه انه هي اختك في الرضاعه خلص عرفنا الحقيقه لا انت ما مش معترف بها شيء لا ما كيناش اختي في الرضاعه انا اكبر منها ما يمكنش لو كان لو كنت اكبر منها يا اخي امك مرضعتها ما يمكن سول شكون هي فين اختي في الرضاعه او امها هي مرضعتك لا ما رضعتنيش امها لا ما رضعتنيش عبد الرحيم سول ماما مرضعتي ما رضعتنيش او ما ما رضعتكش وما ما رضعتنيش سول خالتي فاطمه سول هي انا كل هذا الكلام على قبل عادي يا سلمى عادي 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 انا غتقول لك ما تقولش لي انا كذاب انا ما جيت لهنا من المغرب لمصر جيت باش نقول لك سلمى سلمى عادي 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 يا سلمى خلص ما في داعي لكل هالشيء انت تزوجتي وعندك حياتك وجاي غير سمح فيها جات تشوفني اسمع على شوف خلص غير سمح فيها حتى لا هو جات عندي انا مش فيا بالعكس هو اللي سالتني باش انا هنا حيوان حيوان تربيه شهر وتسمح فيه يخلي اي شهر شهر تخليه ما توكليه ما والو ما تمشيش عنده يسمح فيك نعم. ماشي عامين يخليك انت ما يعيط لك ما يسول فيك ما يقول لك حتى شي حاجه تلقى دابا يجي يقول انا اخوك ما يتزوج ديالي انت مش عايزه منك شيء انا عارف جاي تقول لك انه انت اخوها بالرضاع وما بدها منك شيء لا بدها تتزوجها ولا بدها ترجع لك ولا بدها شيء ما بغيتش نبقى نسمع ونشوفها خلاص فضلك والله بدك تمشي ايوه ما راح تسمع والله انا بدي اشكرك انك جيت شكرا وعذرنا على المفاجاه كنا حابين تكون مفاجاه حلوه بس انت مجروح والله حتى بس نشوفها ما الله يرحمه بسيطة شكرا. بسيطة معذور حبيبي الله يبارك وانت عذرنا الله يبارك اوكي عبد الرحيم الله معك يبارك شكرا. الله معك الله معك معك ربو عندك ربو
سلامتك سلمى. عندك ربو سلمى؟ أصب؟ يعني أنا كنت متوقع هالشي يا سلمى، لأنه خلص كل واحد منكم بحياته وأنت مش راجعة. خلص خلص خلص، أنت حكيتي اللي لازم تحكيه. هلأ طالما رح ترجع على المغرب اسمعيني، لما ترجع على المغرب وطالما في علاقة مع أمه، خلي أمه هي تقول له الحقيقة، وأنت خلص خليكي مع زوجك وعيشي حياتك، وانتهت القصة بينك وبينه خلاص، طالما هو مش معترف انك اخته بالرضاعة. هو مش معترف. وانت مين قال لك انه انت مين قال لك انه اخوه اخوك بالرضاعة؟ انا ونرجع خطبني من دعمنا تلاقوا الاهل. الاهل تلاقوا؟ تلاقوا الاهل ديالي والاهل ديالي. مين كان يرضع الثاني؟ امك كانت ترضعه؟ امه كانت فاش يلاه ولداته كانت عندها مشكل ورضعته الام ديالي ملي خرجوا. خلص حلوها بالمغرب، خلي امه تقول له انه اخوك بالرضاعة وانتهت القصة. نحن هون ما الرجل تفاجأ وردت فعله قوية وخلاص، وانت ما تبغي منه شيء، يعني ما بدك ترجعوا مع بعض، انت متزوجة وديري بالك عم من زوجك، متشكرك على ثقتك وحاولتي انك تحلي هالمشكلة معنا بالاستوديو، بس ما صار ما حصل، مش بإيدنا. على كل حال خدي بالك من نفسك، من الأسمة تبعك، وانت عصبية شوي، من وقت ما جيتي ما وقفتي الهز. اوكي يلا وسلمي على زوجك، لانه هو قال مش راجل، انا بلاقيه راجل انه سمح لك تجي وتقابلي. اوكي يلا. شكرا شكرا شكرا. مع السلامه. شكرا. مع السلامه. شكرا. هذه اول قصه بتصير معنا من هذا النوع، يعني على كل حال اجت الست ما عارفين شو بدها منه، بدها بس تعتذر وترجع العلاقة علاقة الصداقة. ما اعترف انه اخته بالرضاعة، شو بدي اعمل؟ يعني ما فينا، ماني ملاقي حل، ماني ملاقي اني في مشكل كبير ولا ملاقي انه في حل. على كل حال انتهت كما يجب ان تنتهي هذه القصة، كل واحد رجع على بيته بيدبروا حالهم هني بالمغرب. انا بلتقيكم ان شاء الله بحلقة جديدة من المسامح كريم.